بلد النور، ظلال من جمال تصنعها سيوف الرمال. سفير من زمن مضى، لن تقوى وأنت بالقرب من على الرحيل. إنها فسحة كونية للتأمل والتدبر. تبدو للوهلة الأولى أنها لا تحمل بذور الحياة، لكنها في حقيقة الأمر تمثل الحياة بسحرها وعنفوانها. كيف لا وقد تجلت على 5 أسداس مساحة الجزائر أو يزيد، أي ما يعادل 2,000,000 كيلومتر مربع. الصحراء الجزائرية لمسة كبرياء غلب عليها التواضع. قبس من نور يخفي تحته أسرارا غامضة. إنها حكاية طاعنة في القدم عمرها ملايين السنين. تمتد الصحراء الجزائرية جنوب الأطلس الصحراوي وتمثل 87% من مساحة التراب الوطني. يشكل العرقين الكبيرين الشرقي والغربي مساحة شاسعة من المناطق القاحلة والكثبان الرملية. أما أقصى الجنوب توجد تشكيلة جيولوجية تنتمي للرصيف الإفريقي القديم. كان البحر يغطي جزءا كبيرا من الصحراء ابتداء من نهاية عصر ما قبل الكمبري. عد معدل 5 ملم في السنة. إذا كان سقوط الأمطار يكاد منعدما، فإن الصحراء تحتوي على موارد مائية باطنية مذهلة تأتي من طبقتين متحجرتين قليلة التجدد. شهدت الصحراء عدة مراحل رطبة من خلال ما تكشفه التضاريس وبقايا النباتات من الأصول المتوسطية، وبعض المواقع التي تعود إلى حقبة ما قبل التاريخ المزخرفة برسومات. يتناوب الزمن على أرض الجزائر، فإذا كانت الصحراء شواطئ للبحار في حقبة جيولوجية قديمة، فإنها اليوم بحر من الرمال. هي هكذا الجزائر تمثل استمرارا لتاريخ وجغرافيا الأرض في نفس المكان وداخل حدود هذا البلد العظيم، لكنه بالقرب منها وبعد فترة الجفاف وتصحرها بفعل تغير مناخ الأرض، كانت هناك مناطق أخرى تستدعي إليها الحياة
ويعلوها قشيب الثلج كل شتاء. تعد المرتفعات والجبال بالجزائر أحد أهم ركائز التضاريس، تتشكل من عدة كتل تفصلها مضايق جبلية من الغرب إلى الشرق، مثل جبال القصور، جبال عمور، مرتفعات ولاد نايل، جبال الأوراس ومرتفعات الزيبان. أما الأطلس التلي فيقع بين البحر والسهوب العليا، ويتشكل من مرتفعات قسنطينة، تلمسان، الونشريس، الساحل العاصمي، وكتل جبال جرجرة التي تميزها قمة لالا خديجة. تغطي هذه المرتفعات والجبال غابات وأحراش كثيفة وتنوع بيئي مذهل. من أهم أنواع الأشجار المنتشرة بكثرة نجد الصنوبر البحري، الفلين، السان، الصنوبر الحلبي، البلوط الأخضر، العفص، الكاليتوس، السرو والأرز الأطلسي. إلى جانب أهميتها الاقتصادية والبيئية، تمثل المرتفعات في الجزائر مزارا سياحيا لا غنى عنه. وميض ينعشك من جديد، يأخذ منك زمنك إليه، يرسل في نفسك راحة الخلد واطمئنان البال. تأنس وأنت بالقرب من مكنونات الطبيعة من حولك لعطر الأرض وسحر الشمس وهدوء الصمت إلا من صوت الماء. ما إن يغادر الشتاء هذه الجبال والمرتفعات، وأثناء دورة حياة المياه الطبيعية يصنع رشح الماء ببطء على جدران المغارات وسقوفها صنيعا قل نظيره. إنها صواعد ونوازل تشكلت منذ ملايين السنين، تأخذ تلك القطرات في التجمع نقطة بنقطة، ويتبع ذلك انفصال كربونات الكالسيوم في الماء، فتكون النوازل وتتراكم الصواعد بشكل مماثل من القاع. إنها ثنائية تعد عالما منفردا من سحر الخيال الذي يتماهى مع روحة موجوداته. تسمى الكهوف بالمتاحف الجيولوجية المخبأة في باطن الأرض. إنها فجوات فتحت في الصخور، غالبا ما تتواجد في تراكيب الجيولوجية السطحية مثل الجبال، وتحت السطحية مثل السهول والسحاري.
هي كنوز طبيعية وجزء من التراث البيئي الذي تملكه الجزائر في عدة مناطق مثل جيجل، تلمسان وبجاية. عرفت الكهوف منذ القدم على أنها الملجأ والملاذ الأول للإنسان، كان يسكنها لتقيه تقلبات الطقس وتغيرات الطبيعة وأخطار الضواري. أما في العصر الراهن فلم يعد يسكن تلك الكهوف سوى الثدييات الصغيرة وبعض الحيوانات البرمائية، إلا أنها تحافظ على آلاقها وجاذبيتها التي لا تقاوم. إلى جانب ما تفعله قطرات الماء على الصواعد والنوازل، يواصل ذوبان الثلج رحلته من شتاء الجزائر إلى ربيعها، ومن قمم جبالها إلى سفوحها عبر الشعاب والوديان. إنها رحلة أبدية وحياة تسري بين حنايا الأرض وعند كل مرتفع. يرسم الماء خلال رحلته الطويلة إلى حيث تنتهي الطريق حسنا يسلب منك نظرك. لقد أودع في أرض الجزائر سحر المكان، فصنع عند كل منخفض شلالات ألفتها الصخور، فشكل معا نغمة تتباهى بإيقاعها الخاص عن غيرها من النغمات. إنه أمنية الأرض في الشعاب والوديان التي يسلكها بالقرب من إكليل الجبل، يمنح معا دفء العطر ونبض الصمت من حوله. تستدعيك رحلة الماء لتنسيك أتعاب يومك، تستمر بك صاغية إليك، لكنها من حين إلى آخر تروي قصصها مع من مر بالقرب منها لتخلده ويخلدها. ليس هذا فحسب، بل إنها موطن الكرم والجود، فلا غرابة بالجزائر أن يسلك الماء مدارج الصحراء. وديانا تشكلت منذ آلاف السنين، لها موعد كل شتاء مع طريق تسلكه ألفها وألفت. من شمال الجزائر إلى جنوبها تحية من نوع خاص، بل هي هدية السماء للأرض. إلى جانب حسنها تشكل هذه المياه السطحية ثروة لا تنضب. لذا فإن طريقها غالبا تنتهي إلى حواجز مائية صغيرة
أو سدود كبيرة أنجزت من أجل تعبئتها واستغلالها. لكن هناك للعين نصيب من حقها الكشف عن أسرارها لمن خبأت بعضا من أسرارها. إنها صدق البوح تجلى على حين غفلة من زمن هنا وهناك. زرقة من خضرة بينهما صفاء من نقاء، إلا بالجزائر لك يا زائرها موعد ولقاء. هناك على هذه الأرض أيضا ملامح لتضاريس يصنعها الماء، شكلت منذ آلاف السنين. إن الحمامة المعدنية الدافئة جمعت بين حسن المنظر وحسن الصنيع، تستغل في الاستشفاء من عدة أمراض بسبب غناها بالمعادن على اختلافها. لا تكاد تخلو بقعة من أرض الجزائر إلا وقد وجدت بها حمامات معدنية متميزة، فعددها الآن يفوق 200. لا تنتهي قصة الماء مع الأرض إلا وقد تجددت أحداثها بشكل من الأشكال. أحد فصول هذه الحكاية المناطق الرطبة. إنها تزينت بحلة بيضاء طيور مهاجرة تبحث عن دفء الماء في موسم هجرتها إلى الجنوب. فكيف نشأ رباط الود بينهما على هذه الأرض؟ تعد المناطق منخفضات من الأرض تغمرها مياه دائمة أو مؤقتة، راكدة أو جارية، ذات مياه عذبة أو مالحة، تكون ساحلية أو داخلية. يصل عددها إلى 42 منطقة موزعة عبر مختلف مناطق الجزائر. إنها تمثل بيئة واحدة لجمال مختلف. تعد المناطق الرطبة مأوى للحيوانات البرية وبعض الزواحف. من أهم مظاهر التنوع البيئي الطيور المائية والمهاجرة. تمثل لديها مسلكا ثابتا في رحلة الشتاء والصيف التي تقوم بها. من بين تلك الطيور هناك بط الصوان، بط الخضار، ابن الماء الصغير، والنحام الوردي. تعد ملاذا آمنا للطيور المهاجرة من برد أوروبا وآسيا الغربية إلى دفء إفريقيا، أين تقضي فترة فصل الشتاء من كل عام. إنها ممرات للماء، تزرع الحياة من حولها منذ مئات السنين، بل هي موطن للحسن والاسترخاء. وسط وقار الصحراء تعبر هذه الطيور عن سعادتها بقدومها لهذا المكان. حركة
حركة بسيطة للغاية وتتابع محكم يؤدي في النهاية إلى بياض يكسر لون الماء. يتنامى شيئا فشيئا لتمنح هذا التناغم المحكم مع صفرة الرمال. على سطح الماء أو في السماء انسجام في الحركة يدفعك للتأمل، يدفعك للسمو بالنفس والتحليق رفقتها إلى حيث انتهت بها الرحلة. إلى جانب طابعها السياحي، تمثل هذه المناطق الرطبة مادة مهمة للباحثين والمهتمين في حقول علم البيئة. إنها تكتنز حياة برية متنوعة، من الخصائص الفيزيائية والكيميائية لمياه بعض البحيرات أنها مياه مالحة وعميقة، أما تربتها فهي رملية كلسية. ويتواجد أغلب هذا النوع من البحيرات في الصحراء الجزائرية. يعد التنوع البيئي في الجزائر الأكثر غنى في المغرب العربي. هناك أزيد من 3139 نوعا من النباتات، صنف من هذا العدد 1611 كأنواع نادرة، من بينها أيضا 640 نوعا مصنفا ضمن الأنواع النادرة جدا. إلى جانب هذا التنوع النباتي، هناك أيضا تنوع حيواني قل مثيله. تعد حظيرة القالب الطارف إحدى أهم الحظائر المحمية في الجزائر، وهي تبرز هذا التنوع البيئي. تعالوا معا ننطلق في رحلة استكشافها من دون موعد. إنها تمتد على مساحة إجمالية تقدر 80,000 هكتار، وهي مزيج متوازن من الأنظمة البيئية، يعد من أنذر الفضاءات الطبيعية بحوض البحر الأبيض المتوسط. أنشئت الحظيرة سنة 1983 وصنفت سنة 1990 من طرف اليونسكو ضمن التراث الطبيعي والثقافي العالمي. تمتاز بأربعة نظم بيئية، هي النظام البيئي البحري، الكثباني، البحيري والغابي. ثبتت المنطقة الكثبانية للحظيرة بغطاء نباتي يقاوم التعرية وتحرك الرمال،
ويعد السرخس الملكي من أنذر الأنواع النباتية بالمنطقة. من أهم هذه البحيرات بحيرة تونغا أو بيرا الملاح وبحيرة الطيور. إنها تمنحنا فرصة الالتقاء بالإبهار في مواضع، وفرصة التميز في الأمكنة التي تنتمي إليها، وفي كل زاوية منها معنى للحياة. تبلغ أعلى قمة بالحظيرة 1200 متر وتقع في منطقة الغرة بقوس. إن بحيرة الملاح هي البحيرة الوحيدة بالجزائر المتصلة بالبحر، إلى جانب حظيرة القالة. هناك عدة حظائر أخرى لا تقل أهمية بيئية، من بينها الحظيرة الوطنية تازا بجيجل، غوراية ببجاية، بلزم باتنا، حظيرة تلمسان، ثنية الحدبة سمسيلد، الهوغار بتمر راست، التصيل بإيليزي، حظيرة جرجرة، وحظيرة شريعة. إنها فضاءات طبيعية تشترك جميعها في حسن المغيب، أو عندما تنتمي شمس ذلك اليوم إلى يومها من جديد. كان لتوافر عامل الأرض والماء وغنى الجزائر بمختلف الثروات أسباب كافية لأن تجلب لها تعاقب الحضارة على مر التاريخ. لقد بيّنت مختلف النقوش والرسوم التي عثر عليها سابقا ولا تزال مدنية الحياة آنذاك. إنها ليست حكرا على منطقة دون أخرى، فمن جنوب الجزائر إلى شمالها تظهر هذه الرسوم مختلف مظاهر الحياة. إن تتبع مختلف الحقب والمراحل التاريخية للجزائر يتطلب بحوثاً واستكشافات دورية تمليها مختلف اللقى الأثرية. لقد تم العثور عليها من حين لآخر، موزعة عبر مختلف مناطقها. إنه من المبكر إسقاط تاريخ حضارة من الحضارات لعدم وجود شواهد لتأريخها والمرور بتاريخ الجزائر إلى حضارة أخرى. كشفت عن وجودها التنقيبات تعد الجزائر متاحف أثرية أنتجتها الحضارة واحتضنها الحاضر، واستمدت من قيمة آثارها روح الخلود. إنها كنوز نادرة أخذت قيمتها التاريخية من عمرها الزمني. عند نهاية فترة ما قبل التاريخ بكامل عصوره الحجرية
بما في ذلك العصر الحجري الحديث، ومع بداية الفترة التاريخية التي استهلت بالمعادن والكتابة التصويرية، اتسمت الجزائر بمؤشرات حضارية تدل على مرحلة فجر التاريخ. أوائل القرن الثاني عشر قبل الميلاد، وصلت غربي البحر الأبيض المتوسط الطلائع الأولى للبحارة الفينيقيين، ومعهم تولدت الشخصية البونية بعد احتكاكهم بسكان المجتمع اللوبي المحلي. قيل أن هذا التواصل الحضاري الديني لا يلغي دور السكان المحليين الذين صنعوا تاريخ الجزائر بعمق. لقد وجد البحارة الفينيقيين عند وصولهم السواحل الإفريقية مجتمعا قائما بذاته، له حياته الاجتماعية والسياسية، يملك أعرافا وتقاليدا ومعتقدات. لقد بدأت فترات تاريخية جديدة من خلال الصراع بين روما وقرطاجة، ومعها ظهرت الممالك النوميدية إلى أن تم توحيدها، مثلت نموذجا في التنمية التجارية والإشعاع الحضاري. هذا الازدهار صار ممكنا بعد تحقيق استقرارها ووحدتها. تم ذلك بفضل مجهود تنظيمي فرضه زعماء المملكة النوميدية الموحدة، إضافة إلى اتباع قرارات ذكية تسمح لهم من حين لآخر الدخول في حرب من موقع قوة أو الامتناع مع ضمان الحماية. استمر هذا الوضع منذ القرن الثالث قبل الميلاد وإلى غاية سنة 23 بعد الميلاد. بعد هذا التاريخ تم احتلال نوميديا والبلاد المجاورة، وعملت روما على إبقائها تحت هيمنتها طيلة 4 قرون. لجأت الإمبراطورية الرومانية إلى تفكيك نوميديا أولاً من خلال إعادة أجزاء من الأقاليم للقبائل لتفرض نفسها عليهم. لم تلق هذه الممارسات قبولاً من السكان النوميديين، حيث قاوموا ذلك بشتى الطرق. لم تتمكن روما من حماية إفريقيا الشمالية بعد سقوط على يد الويندال، لتعرف بعد ذلك احتلال البيزنطيين لها. أدت مقاومة السكان المحليين إلى ميلاد بعض الممالك، إلا أن وجودها كان طارئا، كان عليها الاعتراف بالولاء للإمبراطور الروماني. إنه ولاء لم يدم طويلا، لأن دخول قرطاج عام 698 ميلادي من طرف العرب جاء ليقضي نهائيا
على الاحتلال الروماني للجزائر. إلا أنها لم تسترح وتطمئن بعد ذلك، حيث زاد التهديد الأوروبي خاصة من إسبانيا وفرنسا التي احتلتها عام 1830 ميلادي. واستعادت الجزائر استقلالها في الخامس جويليا من سنة 1962 بعد مقاومات شعبية متتالية وثورة تحرير راح ضحيتها أكثر من 1.5 مليون من الشهداء لتنعم بشمس الحرية بعد ذلك. إنها فاتنة الحضارة والتاريخ، على أرضها يولد الإبداع ويتجدد. بلد يمتد على القسم الأوسط من المغرب العربي وعلى قسم كبير من الصحراء الكبرى. تعود تسميتها إلى كلمة جزر، تلك الواقعة قبالة ميناء الجزائر. هناك تفسيرا آخر أكثر مجازا، وهو أن الشاطئ الخصيب للجزائر المحصور بين الصحراء الكبرى والبحر المتوسط يبدو كجزيرة للحياة. إنها بحق فسحة من خيال، هاربة من زمن خلدها، يوصلك الطريق فيها إلى عذرية الشواطئ بسحر امتداداتها داخل البحر. إلى الموج حين يلامس عنوانه الأزلي منذ نعومته ومنذ انتمائه للصخر. إنها بقعة يتناوب فيها الجمال منذ صبا، وفيها من الحسن ما يرتضيه الإله. خرافية الوقع مجبولة بالبهاء، موانئها من ورود، شواطئها من خلود. نسافر فيها بخفة روح لعمق الوجود. هي هكذا شواطئ الجزائر وساحلها يحتل نصف الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط. تعبرها جبال الأطلس، الفرع الجنوبي للسلاسل الألبية المغطنة المرفوعة في الطبقة الثلاثية وفي بداية الطبقة الرباعية بمحاذاة الأرضية الصحراوية الصلبة. تعد الأبعاد داخل البلاد كبيرة جدا، يوجد حوالي 2000 كيلومتر بين البحر المتوسط وجنوب البلاد و 1800 كيلومتر من الشرق إلى الغرب. وهي على شكل خماسي بمساحة إجمالية تقدر بمليوني وثلاثمائة وواحد وثمانون ألف وسبعمائة وواحد وأربعين كيلومتر مربع. أما شريطها الساحلي فيقدر ب1200 كيلومتر. إنها بلد مرتفع بعلو 900 متر عن سطح البحر وتعبره جبال الأطلس.
تقع أهم التجمعات الحضارية على الشريط الساحلي للبلاد مثل الجزائر العاصمة، وهران، بجاية، عنابة، سكيكدا وتلمسان. إنها ذات ثقل تاريخي عريق، فهي من أقدم المدن ومن أكثرها تجدراً في الحضارة. اقترن ساحل تلك المدن مع عدة أنشطة ذات طابع اقتصادي، منذ القدم كانت هذه الموانئ رواصية للسفن المحملة بمختلف البضائع والسلع القادمة إليها من مختلف ربوع الأرض. هذه السواحل ذات ثقل تاريخي واقتصادي ومرافئ هامة، إنها تكتنز ثروة سمكية متنوعة، سخرت لها سفن وقوارب صيد مجهزة بوسائل حديثة. تعد هذه الشواطئ مزاراً لمحبي السياحة الساحلية، تجلب إليها الزوار والمصطافين كل صيف. إنها أمكنة يقصد عشاق التأمل والسكون، وهي منتزهات مغرية لعرض منفرد، لك فيها أن تقص قصتك مع البحر ونوارسه، مع الخلجان وخباياها. لك فيها أن تستريح لتخلد زيارتك ببعض الأثر، أو لتمنح ناظرك استراحته من بعيد. أو لك أن تحجز وسط رمال شواطئها الدافئة مكانا لك من جديد. إنها فضاءات رحبة للاستثمار وإنجاز المشاريع الناجحة في مجال السياحة الساحلية، وهي عالمك لتبحر فيه مع الاقتصاد والأعمال، لما توفره من فرص جادة في هذا المجال. إنها سحر الطبيعة التي تقترن بمتعة الإبحار ومغامراته، ونشوة التسابق ومفاجآته. إنها ألوان الطيف في كل مكان، وميض الشمس على وقع الغروب. أو على رصيف دروبه من حكايا الحنين. إنها معزوفة أزلية تأسرك عند كل لقاء. ملهمة، عاصمتها بهجة وبياض، مرسلة منذ عقود خلت للوجود.
رأسها شامخة على أحد من بايعته ولياً على البحر في قربه من مدائنها ومعالمها للأبد. جسور نمر بها ويعبرها الوافدون على مضض لأرض تبوح بأسرارها وما خبأته القمم. نمر بها لحاضرها وحين نلامس دفء الكرم. أو لتلك الأمان على غفوة من حنين، نخيل تباهى بموطنه الأزلي لشمس الضحى على مقربة من مياه الغدير. هنا كان للأصدقاء حديث المساء عن الحسن فوق قباب البيوت، وعن خلوة الرمل، عن شايها وبعض تألقها المستباح. رحيل على حين غفلة إلى فسحة هاربة من زمن تقاسيمها خضرة وورود، إلى البحر سر الوجود. لك في مقامها طيب المقام، لك في استضافتها حلة من كرم، كحين تطرق باب الضيافة من الكلمات تفضل ومن بسمات الصباح تفاصيل عنوانها من رفا. هي الجود والأمنيات، هي الخدمات التي تستعين بخبرة أبنائها، ومن كل شيء يحيط بها رباط من الود والوصل، قصائده من ورود. هي المنشآت التي تسع الجميع، تواكب عصر تطورها ونبحر في متعة من شقاوتها، إلى حيث ندري أو إلى حيث نحمل حلم صبانا الذي نستعيد. أو إلى الماء حين يراقص فينا التصابي وحين يلامس رقتها من جديد. لك في الجزائر من ضوء ليلها حسن المغيب، إذا ما استعاد بريق النهار هما توأمان يسيران بالقرب من حلة اليوم دون انتظار. هنا موعد للمرح، للفرح، للأغاني التي عزفتها الأماني. بريق من الليل يحمل أنس المدينة وضوء مساراتها الهادئة. دروب على وقع أرجل من ألفوها، ثراء مواطنه كل صوب، تقاليد للأرض فيها انتماء وللحب فيها انتهاء. هي ألق من جمال المساء، هي البحر عند التقائه بالشمس والشوق والكبرياء. هي كل شيء على هذه الأرض إذا ما استقت لونها من سماء. ثراء التنوع عنوانها،
وفي كل زاوية فضاءات طافحة بالحياة. هي الماء حين يغازل تربتها، هي التل في وطن الرمل عند اقترانه بالطير كل شتاء، هي حاضر المنجزات التي زينتها العراقة في كل ركن. على أرضها يتنامى الجمال ويكبر فينا الوطن. هي سادة سحر من فتنته على مر تاريخ آفاتنا. هي الفاتنة.